النهارده لو تفتكر الكوره الفاول اللي اتعمل الشناوي حتى مطلعها هو ده الشناوي كابتن من سرعتها انا فكرتها يعني جون. انا بتفرج مش جون هي الشناوي ده ضرب في العارضه اللي هي لمست ايد الشناوي في العارضه من كتر سرعتها لما بدات تتعاد اكتر من مره لا هي ما جاتش في العارضه جت في ايد الشناوي فصعبه بصراحه خد بالك بص على الشناوي بعد ما طلعت والكورنر بقت كورنر بيعدل ايده ان هي من قوتها وهو رايح صح. شوف بقى بايديه الاثنين والتوقيت اللي طلع فيه في كام كورنر حتى التحضير من تحت زي ما كريم كان بيحكي بقى بالمسطره صح. يبقى نسبه التركيز عيلت صح. على فكره يبقى الدفعه دي للناس اللي قدامي توصل للفراوده على فكره يا كابتن كريم على ذكر كلامك انه شناوي محمد عواد النهارده قلت حتى انه ناس بعض الناس لاموا عليهم في مباراه الاهلي والزمالك اخطاء هنا واخطاء هنا بس قلت انه الحراس دول يا جماعه بيبقوا زي اللعيبه زي المدافعين ولاعيبه الوسط والمهاجمين ما بيدولكش 10 من 10 طول الوقت ممكن ماتش يبقوا 8 7 فيبقى عندهم اخطاء زي ما اللعيبه في نص الملعب بتبقى ليهم اخطاء بس انت عشان الجون الخطا بجول بص يا كريم انا اكتر حاجه بتضايقني في الفتره الاخيره اللي احنا فيها دي التقييم عندنا غلط انت بتقيم بالقطعه زي ما بيقولوا بالمباراه مباراه اعظم لاعب يعني في العالم ومباراه ثانيه اسوء لاعب ده تهريج لعيب الكوره يا جماعه بشر صح وارد يصيب مش جرافيكس انا قلت امبارح مش بلاي ستيشن مش عربيه هتغير لها زيت وينزل يمشي مش قطعه هو كرسي ولا وحش مش اله صح. مش اله اللي انا هشحنه هيشتغل معايا مش صح. هغير له زيت ولا احط له بنزين هيمشي يا جماعه ده لعيب كوره فالنهارده لما اجي اقيم الشناوي لا انا بقول اهو الشناوي احسن جون في مصر ما تقارنش حد في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي بالشناوي خالص لو الفتره الاخيره ما كانش في مستواه ماتش 2 3 فده طبيعي جدا الراجل ليه رصيد كبير جدا مع الاهلي ومع منتخب مصر مظبوط ده حقيقي يعني انا فاكر في اوقات كتير جدا الاهلي ما يكونش في حالته الشناوي الوحيد اللي بيشيل النادي الاهلي صح. منتخب مصر ما بيكونش في حالته خصوصا انا فاكر اقرب بطوله كانت هنا كانت 2015 لما خرجنا من جنوب افريقيا امم افريقيا 2019 ما خرجنا من جنوب افريقيا 2019 الشناوي طول البطوله هو احسن لاعب معاك كان طارق حامد فانت النهارده اي بطوله بتخش فيها سواء مع النادي بتاعك سواء دوري او ابطال افريقيا او ايا كان البطوله ومع منتخب مصر انت شايل منتخب وشايل ناديك لما اجي اغلط 3 4 ماتشات ده انا لو الثلاث اربع ماتشات دول عملت فيهم كوارث عمري ما هبقى كويس على طول بالظبط عمري ما هبقى كويس على طول فالتقييم هنا وحاجه ثانيه يا كريم معلش الناس كلها كابتن عمرو اتكلمت على ماتش اهلي وزمالك ونقلوا الصوره على السوشيال ميديا ان هو ده الدوري بتاعنا ده الكواليتي بتاع اللعيبه لا الدوري بتاعنا كويس جدا الدوري بتاعنا انا بقول لك انا يمكن الفتره الاخيره مع النادي المصري ولعبت الكونفدراليه وشفت فرق افريقيا عامله ازاي الدوري بتاعنا اقوى دوري في الوطن العربي وفي افريقيا كلها ما بنعرفش نبروزه يا كابتن انت بتبص على الاهلي وزمالك بس بننقده بس انا بتبص على الاهلي وزمالك بس النهارده المحله فيها لعيبه كويسه الفرق كلها فيها لعيبه كويسه الدوري الاقوى ده بيفرز لعيبه المنتخب مصر يفرز بس حسب الاختيارات ما هو برضه اللي بيجي يختار انا اي دي في كريم رسمي بص بقى عشان هو اتحط في مكان مدير كوره يبقى في ربط بينه وبين المديرين الفنيين اللي ماسكين لمنتخب مصر طبعا انت بتختار مين يعني اقول لك على حاجه في موقف حصل لعواد في مباراه الزمالك يقول لك مين ده كرة اتلعبت من قفشه طلع وخد على صدره وعمل هجمه وقام عاملها ناحيه الشمال كده لشيفو ثقه يعني لا ده محضر يعني انا عملت دور الليبرو انا اشتغلت ازاي والاحلى اسمع الحديث اللي دار ما بين كابتن ايمن طاهر والشناوي هو كابتن في حاجه تانية كمان يعني في حاجات بقى كده تكمله لكلام الكابتن عمرو انا بقول لك انا شايف من وجهه نظري ان احنا اخر سنتين ثلاثه الدوري قوي جدا بدليل اللي احنا لسه بنقول دلوقتي ان اي فرقه ما بقتش تخاف من الاهلي ممكن تهاجم النادي الاهلي وتعادل معاه او ممكن تعمل نتيجه بس دي من زاويه تانية ممكن يكون في تقارب كبير في المستوى بين اللاعبين لتحت مش لفوق بس